واخيرا سكن فلاش قادم معنا لعبه فورتنايت ورح تقدر تشارك في البطوله بشكل مجاني تحصله هو والباك بلينك تبعه، فكمل المقطع للاخر لتعرف اوقات البطوله امتى رح تكون وكيف تشارك وكيف تاخذ السكن بشكل مجاني. فلا تنسى تحط لايك للمقطع ليوصل لكل مكان وتشاركه مع اخوك الدول اللي رح تلعب معه بهذا الجيم وتفوز البطوله مع بعض. فكر الدعم بالاتم شوب نيموتس على الازار امامكم، بتشكركم على الدعم فيه ويلا مع بعض. فهلا والله بسكان الطاوله الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة لسكنزا فلاش قادم معنا ان شاء الله بشكل رسمي لفورتنايت ورح تحصله بشكل مجاني لو لعبت البطولة اللي هي رح تكون دو على جميع السيرفرات وتاخذ من وراها السكن بشكل مجاني. فان شاء الله رح نحكي حاليا عن البطولة كيف رح تلعبها وكيف رح تحصل السكن بشكل مجاني واشرح لكم كل شيء عن البطولة. بالنسبة للبطولة شركة ايبك جيمز نزلت عنا اليوم بتاريخ 9/2 ورح تنزل عنا البطولة بشكل رسمي يوم 10/2، يعني البطولة رح تكون معنا مبدئيا يوم 10/2 ان شاء الله، ورح ينزل معنا السكن يوم 14/2 ورح يكون بشكل رسمي الايتم شوب تبع يوم 14/2. وبالنسبه للسكن اللي حيكون معه السكن والباك بلينج ورقصه خاصه فيه والبيكاكس تبعه مثل مظهر امامكم. هذا هو السكن اللي حينزل معنا بشكل كامل، ومثل ما قلت لكم اللي حينزل ايتم شوب يوم 14، وبالنسبه للبطوله اللي حتكون يوم 10. بالنسبه للبطوله مثل ما كاتب شركه ايبك جيمز انه في 10 فبراير سنحتفل بفلاش بفورتنايت ببطوله زوجيه في كاس فلاش، يعني البطوله اللي حتكون زوجيه او اللي حتكون دو يعني بشكل عام. ومكتوب خذ الماركه مع شريكك في وضع الزوجي والعب ما يصل الى 10 مباريات و3 ساعات، يعني رح يكون معنا 10 مباريات بالنسبه للبطوله، ورح تكون مده البطوله 3 ساعات مثل ما حكينا، ورح تكون مثل ما حكينا يوم 10/2 يلي هو يوم تنزيل هذا المقطع. وبالنسبه للشروط اللي انت لازم تعملها لحتى تقدر تدخل البطوله، اهم شيء يكون معك الحساب ليفل 30 واعلى، ويكون معك ال 2 اف اي مثل ما احنا متعودين بكل البطولات. وبالنسبه للاوقات، الاوقات رح تبتدي على سيرفر الميدل ايست مثل ما متعودين، رح تبتدي الساعه 4 العصر ورح تمتد مثل ما حكينا 3 ساعات، رح تقدر تلعب 10 ايام خلال هال 3 ساعات. وبالنسبه لسيرفر اوروبا رح تبتدي الساعه 7 كمان رح تمتد 3 ساعات وتقدر تلعب 10 ماتشات. طيب انت كيف رح تقدر تحصل السكن بشكل كامل؟ بالنسبه لتقدر تحصل السكن بالنسبه للسيرفر الاوروبي، لحتى تاخذ زي فلاش وتاخذ الباك بلينك تبعه زينه الظهر، يعني لازم تجيب من المركز الاول لمركز 3500 بالنسبه لسيرفر اوروبا، وبالنسبه لسيرفر الشرق الاوسط او ميدل ايست مثل ما بنقول عليه، من المركز الاول لمركز 250 تحصل السكن والباك بلينك. هي بالنسبه للسيرفرين كيف تحصل السكن بشكل كامل. وظهر امامكم السيرفرات الثانيه اللي هي امريكا والشغلات الثانيه واسيا وبرازيل بالنسبه لكل السيرفرات. هيك انت طبعا رح تقدر تحصل السكن مثل ما حكينا بالنسبه للتوبات لاوروبي ولميدل ايست. طيب انت كيف رح تجيب النقاط وكيف رح تحصل السكن؟ هلا حدا يسالني هذا السؤال انه من توب قديش بقدر اخذ السكن لحتى تطلع النتيجه لحتى نعرف، يعني لحتى تخلص البطوله بشكل كامل، لحتى نحن نعرف قديش انت لازم تكون جايب توب قديش وقديش انت التوب حتى او النقاط اللي بتاهلك ان انت تكون من التوب المعين. فلا حدا يسال هذا السؤال ابدا، اول ما نعرف النتائج رح انشرها انا على سيرفر ديسكورد واقول لكم قديش التوبات او النقاط لازم تكون جايبه بالنسبه للسيرفر الاوروبي والميدل ايست لتقدر تاخذ السكن. طيب بالنسبه لتجميع النقاط، تجميع النقاط رح يكون حلو بالنسبه للفيكتوري رويال. فيكتوري رويال رح يعطيك 42 نقطه، والمركز الثاني والثالث والرابع رح يعطيك من 36 ل 30، ومن المركز الخامس للعاشر رح يعطيك 24 نقطة ل29 نقطة. هاي النقط كلها قدامكم، وعلى كل قتلة كمان رح تاخذ 1 نقطة، يعني كل عليك انك انت تجيب توبات معينة او تجيب كلات حلوة لحتى تاخذ نقاط اكثر ويكون من نصيبك السكن. وبرجع بعيد، لازم تكون مفعل ال 2 اف اي ولازم يكون الليفل تبعك فوق 30، والبطولة رح تكون بمود الدو، رح تلعب انت وصاحبك، ما بتقدر تغير صاحبك كذا مرة، لا بتفوت بتلعب مع شخص خلص بدك تكمل لهذا الشخص لاخر الجيم او لاخر بطولة بشكل عام. هذا هو بالنسبة للبطولة بشكل كامل وكيف تحصل السكن وكيف تحصل الباك بلينك وكل شيء بالنسبه لهذا السكن. لو محتاج اي شيء عن البطوله تسالني اي شيء اكتب لي بالتعليقات بحاول ارد عليك مباشره، او اكتب لي على سيرفر ديسكورد بحاول ارد عليك مباشره. فلو عجبك المقطع لا تنسى اللايك وتنشره بكل مكان وتعمل تاج لصاحبك او تعمل له اشاره او مشاركه اي شيء، المهم انه يفوت لعندي ويعمل سبسكرايب ويشوف المقطع. كود دعم بالاتم شوبني متسعه وبرعايه الله.